مساء الخير عليكم واهلا بيكم زوار في الجول دوت كوم. اهلا بيكم في حلقه جديده من عوده اخطر دوري في العالم. النهارده هنتكلم عن الجوله الثانيه من الدوري المصري اللي لسه خلصانه دلوقتي بفوز الاهلي على غزل المحله 3-0، وطبعا تصدر الاهلي مبكرا لبطوله الدوري برصيد 6 نقاط. يمكن الجوله دي كانت جوله ممتعه زي الجوله الاولى. الجوله الاولى كانت ممتعه برضو، كان شهدت ماتشات كتيره حلوه جدا، لكن الجوله دي تحديدا شهدت عدد كبير جدا من الاهداف ويمكن يعني مفيش دليل على كده اكتر من ان اخر ماتش في الجوله خلصان 3-0 للاهلي، فوز كبير للاهلي لكن ما كانش بسهوله لان الاهلي اتاخر في فوزه لحد الشوط الثاني. ورغم ان الاهلي عمل ماتش كبير جدا، ماتش يمكن احسن بكتير من الماتش اللي لعبه في الجوله الاولى ضد المقاصه، لكن غزل المحله الحقيقه يستحق الاحترام على الاداء اللي قدمه في الشوط الاول. تحديدا محمد البشبيشي حارس المرمى كان يعني بيقف حائط صد قدام كل فرص الاهلي اللي جت تحديدا من محمد شريف وكهربا. فتحية الغزل المحلة اللي بيلعب على قد إمكانياته وعلى قد الظروف اللي هو بيمر بيها، وفي نفس الوقت برضو مبروك للنادي الأهلي والجمهور وتصدر جدول الدوري مبكرا. يلا بينا بقى نختار تشكيل الجولة، وبرضو أنتم في تعليقاتكم هتختاروا معايا. في حراسة المرمى أنا بشوف أن الجولة دي تألق فيها شريف إكرامي. شريف إكرامي لو شفنا عدد التصديات، لو بصينا على أرقامه في نهاية مباراة بيراميدز والزمالك، هنلاقي أن شريف إكرامي نجح في أن هو يتصدى لأكتر من كرة خطيرة من نادي الزمالك كان ممكن في النهاية تخلص بجول. يعني انت عندك الهدف اللي سجله الزمالك، الجول حلو قوي اللي سجله مصطفى محمد، ممكن نلوم فيه شويه سرعه الحركه عند شريف اكرامي، لكن في النهايه شريف اكرامي قدر ان هو يخرج يعني بنقطه للماتش من بيراميدز بعد ما كان قادر ان هو يتصدى للانفراد من اوناجم، قادر ان هو يتصدى لفرصه في الدقائق الاخيره من فرجاني ساسي. فالحقيقه ان شريف اكرامي كان يستحق ان هو يكون حارس الجولة. في خط الدفاع هنختار من اليمين للشمال رجب بكار من سيراميكا كليوباترا. رجب بكار عمل ماتش هجومي كويس جدا، اللي اتفرجوا على ماتش سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي اللي سيراميكا قدر ان هو يكسبه 3-1 هيلاقي ان رجب بكار كان قادر ان في الشوط الاول تحديدا يسجل جول، والتاني عمل اداء هجومي كويس جدا. وسيراميكا بشكل عام الحقيقه عاملين اداء كويس قوي في اول ماتشين ليهم في الدوري، بيقدروا ان هم يجيبوا 6 نقط في اول مشاركه ليهم في الدوري. فالحقيقه من الواضح ان احنا هيبقى قدامنا فريق يقدر ان هو يبقى موجود على الاقل في النص الاول من الدوري، مش مجرد ان هو يبقى منافس على البقاء. بقيه خط الدفاع كله من الاهلي الحقيقه، ايمن اشرف كالعاده بيعمل ماتش كويس جدا، اول حاجه دفاعيا، وتاني حاجه بفكره ان هو بيساهم في بناء اللعب. لما تيجي انت النهارده تتفرج على اداء ايمن اشرف مش هتلاقي ان هو مختلف كتير عن الاداء اللي كان بيقدمه ايمن اشرف مع ريني فايلر. دايما ايمن اشرف لما بيبقى الدنيا صعبه في بناء اللعب بيقدر ان هو يتقن تمريراته الطوليه علشان يبني هجمه للنادي الاهلي. وبعيدا بقى عن اتقانه لتمريراته الطوليه اللي ساهمت النهارده في هدف، هو كمان كان قادر ان هو يتقدم بشكل كويس في كوره من الكرات ويلعبها لصلاح محسن عشان صلاح محسن بعد كده يوزعها جوه منطقه الجزاء محمد شريف، وبعد كده كهربا يكملها والاهلي يسجل جول. الجول ده تحديدا من اجمل اهداف الجوله لانه جه بعد 22 تمريره للاهلي من غير اي تدخل تماما من لاعبي غزل المحله. جنب ايمن اشرف هختار بدري بانون. بدري بانون النهارده عمل ماتش ممتاز جدا. بدري بانون النهارده يمكن قدم نفسه لجمهور الاهلي. ليه هو صفقه مهمه؟ ليه هو كان مهم للنادي الاهلي ان هو يضم لاعب بقيمه وبحجم بدري بانون اللي كان قائد ومدافع للرجاء المغربي. بدري بانون الحقيقه بعيدا عن انه هو مميز في انه هو بيلعب الكرات برجله بشكل كويس فيقدر ان هو يساهم في بناء اللعب، النهارده كمان عمل دور دفاعي كويس جدا، كان دايما موجود علشان يامن كل الهجمات الخطره من غزل المحله اللي كانت طبعا بتبقى بشكل هجمات مرتده لان الاهلي كان زي ما اتكلمنا مستحوذ على الكره بشكل كبير جدا. وبالمناسبه يا جماعه الاهلي لحد دلوقتي في الدوري هو اكتر فريق استحوذ على الكوره. وعلى الشمال هختار اكيد علي معلول طبعا، يعني مش محتاجه تفكير. يعني يمكن
طارق طه عمل ماتش كويس جدا مع بيراميدز ضد الزمالك، لكن علي معلول كل مره بيحسسك ان هو خامه مختلفه خالص عن اي لعيب في الدوري. يعني علي معلول النهارده يمكن في الشوط الاول تحديدا محمد شريف خد منه كوره حلوه جدا كان ممكن ان هو يسجل منها، جيرالدو ضيع عليه اسيست حلو جدا، كهربا برضو نفس الحال، علي معلول اداله كوره حلوه جدا علشان ان هو يسجل منها، وفي الشوط الثاني قدر ان هو يعمل اسيست اول جول لمحمد شريف. فالحقيقه ان علي معلول انا بشوف ان هو خامه مميزه جدا للدوري المصري، ما عندناش باك شمال بالامكانيات دي في الدوري المصري، وفي نفس الوقت شخصيته القياديه مهمه جدا للاهلي جوه الملعب. فعلي معلول انا بالنسبه لي بشوف ان هو مختلف تماما، قطعية مختلفة تماما عن بقية اللاعبين، فهو بصراحة للأسبوع الثاني على التوالي معانا هو الباك الشمال الأساسي في تشكيل الأسبوع. في خط الوسط معانا فرجاني ساسي من الزمالك اللي كان أهم لاعب من الزمالك الحقيقة ضد بيراميدز. ساسي عمل ماتش ممتاز جدا، عمل كذا كرة، دايما أنا الحاجة اللي بحبها بساسي إن هو بينقلك الكرة بسلاسة، فأنت لما بتيجي تتفرج عليه ما بتبقاش حاسس إن الموضوع صعب، لكن الموضوع لا، الحقيقة الموضوع بيبقى صعب مش بالسهولة دي. ساسي وجوده في نص دفاع الزمالك أو في خط وسط الزمالك بيخليه ينقل الكرة دايما لقدام بسهولة أنت ممكن كمتفرج ما تبقاش حاسس بيها. ساسي إدى كذا كرة حلوة جدا للخط الأمامي للزمالك ضد بيراميدز، يمكن كان أجملهم كرة مصطفى محمد ما قدرش أنه يوفق أنه يسجلها، لكن ساسي عمل ماتش كويس جدا ويشكل خطورة برضو على مرمى بيراميدز. فالحقيقة ساسي يستحق أنه يكون معانا موجود في تشكيل الأسبوع. ومعانا من سيراميكا كليوباترا، تاني اسم من سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم. محمد إبراهيم للأسبوع التاني على التوالي معانا بيكمل الأداء الكويس جدا اللي ظهر بيه في النص التاني من الموسم اللي فات مع مصر المقاصة، وفي الدوري مع سيراميكا كليوباترا عمل جولة أولى كويسة جدا في الفوز على الإنتاج الحربي، وضد البنك الأهلي برضو عمل ماتش كويس جدا وعمل يعني كذا كورة قدر ان سيراميكا كليوباترا تحديدا يسجل الجول الثالث عن طريق شادي حسين بكرة بدأها محمد ابراهيم بكعبه بطريقة جميلة جدا. فمحمد ابراهيم الحقيقة يعتبر افضل صانع العاب الجولة دي في تشكيل الاسبوع. ومعانا من الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي عمل ماتش ممتاز جدا ضد الانتاج الحربي، طبعا اجمل مباريات الجوله اللي خلصت 3-3، اغلب الناس ممكن تكون اتفرجت عليها، اللي ما شافهاش شاف الاجوال فشاف ازاي عبد الرحمن مجدي عمل دور مؤثر جدا للاسماعيلي. عبد الرحمن مجدي عمل اسيست الجول الاول وسجل هو الجول الثاني، وفي الثانيه الاخيره من الماتش شاط كره حلوه جدا كان هيبقى من اجمل اهداف الجوله وجت في القايم علشان يمنع الاسماعيلي من الفوز. انا مشكلتي مع عبد الرحمن مجدي ان انت بتلاقي عبد الرحمن مجدي الجوله دي بيلعب بطريقه نيمار، والجوله اللي بعدها بفينيسيوس، اللي بيتفرج يعني على الليجا هيبقى فاهم انا بتكلم في ايه. عبد الرحمن مجدي محتاج ثبات في المستوى، محتاج ان هو يفضل دايما ماشي بنفس المستوى علشان تقدر انت تتوقع الشخص ده هيروح لفين او اللعيب ده ممكن يوصل لحد ايه. فالحقيقة ان عبد الرحمن مجدي الجولة دي من الجولات اللي بيبقى فيها كنيمار. الجولة الجاية هيبقى عامل ازاي الله اعلم، بس عبد الرحمن مجدي محتاج ثبات في المستوى بنفس الاداء اللي بيقدمه مع منتخب مصر الاولمبي، واعتقد ان هو يقدر يكون من اهم لعيبة الدوري الممتاز لو حافظ على المستوى اللي بيقدمه. خط الهجوم طبعا 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 من غير اي تفكير محمد شريف نجم الاهلي. محمد شريف الحقيقه يعني بيوضح لك ازاي خط هجوم الاهلي كان بيعاني قبل وجوده. محمد شريف يمكن جات له 4 فرص على المرمى ضد غزل المحله، واحده تصدى لها محمد البشبيشي، الثانيه قدر ان هو يسجل منها، والثالثه جت في العارضه وبعد كده كهربا كمل عليها، واحده كمان ما قدرش ان هو يتعامل معاها بشكل كويس فمحمد البشبيشي خدها من قدامه. لكن الحقيقه محمد شريف الحقيقه عمل ماتش ممتاز جدا، وضح لك ايه الفرق ما بين لما بيبقى هو موجود في هجوم الاهلي ولما بتبقى غيره او لما بيبقى غيره موجود في هجوم الاهلي. محمد سعيد بيقول فينيسيوس لعب ماتش بالباو حلو. محمد انا بشجع ريال مدريد ف
الوضع صعب عليا، اللي انت بتقوله ده صعب قوي. طيب معانا في خط الهجوم تاني شادي حسين من السيراميكا كليوباترا. شادي حسين الحقيقه مهاجم صغير في السن مميز جدا، وللجوله التانيه على التوالي بيظبط ان الاداء الهجومي لسيراميكا كليوباترا بفضل تحركاته الممتازه جدا، بيتحرك في مناطق ومساحات تسمح له ان هو يستلم الكوره بشكل كويس، دايما وشه للجول، دايما بيصنع خطوره، ودايما حتى كمان بيساعد زمايله على التسجيل. شادي حسين مهاجم مميز، نتمنى ان هو يحافظ على تقديم المستوى ده، بيسجل جولين في البنك الاهلي، وهو بالمناسبه يا جماعه الهداف التاريخي لسيراميكا كليوباترا، فاعتقد ان شادي حسين لو كمل بالمستوى ده ممكن يبقى من هدافين الدوري في نهايه الموسم. والاسم الموجود الثالث معاهم باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربي. باسم عمل ماتش حلو جدا ضد الاسماعيلي، يعني من الواضح اصلا ان باسم ظاهر بفورمه جديده، من الواضح ان هو محافظ على الشيب بتاعه، جسمه من الواضح ان هو مظبطه قبل بدايه الموسم، فالراجل الحقيقه داخل مركز، وتركيزه ده ظهر يمكن ضد الاسماعيلي بشكل كبير قوي، ان هو كان من بداية الماتش قدر ان هو يصنع جول حلو قوي لمحمد فييرا، كان بيحاول على مرمى الاسماعيلي، محمد فوزي شال منه كورتين ثلاثة، ولحد ما قدر ان هو يسجل جول تعادل قاتل للانتاج الحربي الجول الثالث بطريقة حلوة قوي. فباسم مرسي يعني نتمنى ان هو يرجع لمستواه اللي كان عليه قبل كده، لان ده حتى كمان مفيد لمنتخب مصر، فحمد لله على السلامة لباسم مرسي. لو هنيجي نختار بقى افضل لاعب في الجولة، وانتوا تقدروا تقولوا اذا كنتوا انتوا متفقين ولا لا، فانا هختار محمد شريف. محمد شريف الحقيقه عمل اداء ممتاز جدا مع الاهلي، يمكن بيفكر الاهلاويه ببدايه ريني فايلر مع الاهلي، لانه وقتها لو تفتكروا ريني فايلر كان بيعتمد في الهجوم على ثلاثي فيه منهم يعني نوع من انواع التبادل، رمضان صبحي مع جونيور اجاي وحسين الشحات، فكان الحقيقه الثلاثه بيقدروا ان هم يبدلوا مع بعض بشكل كويس جدا، بشكل يعني يزهق اي دفاع بيلعب قدامهم، فكان بيقدر الاهلي يسجل عدد كبير جدا من الاهداف، لان كان بيبقى فيه سرعه عند الثلاثي بتاع الهجوم، ما تبقاش عارف مين راس الحرب بتاع الاهلي، شويه بتلاقي رمضان صبحي في منطقه الجزاء واجاي على اليمين، وتبص تلاقي حسين شحات على الشمال واجاي هو اللي جوه منطقه الجزاء. مع محمد شريف الاهلي ابتدى يستعيد ده شويه، لان الاهلي هجومه فيه سرعات كبيره جدا. محمد شريف مع كهربا مع جيرالدو بيعملوا الحتة دي، يمكن جيرالدو بشوف انه اقل في كواليتي الفينيشنج من كهربا ومحمد شريف، لكن محمد شريف ومعاه كهربا، لان كهربا دايما انا مش بشوف ان هو جناح بالمعنى الحرفي، او موسيماني مش بيوظفه ان هو جناح يقدر ان هو يرجع يقدم ادوار دفاعيه وبعد كده يقدر ان هو يهاجم ويرفع كرة عرضيه او بيلعب على الخط، لا، من الحاجات المميزه لموسيماني ان هو عارف قدرات الثلاثه اللي عنده في خط الهجوم. جيرالدو يمكن اقلهم في كواليتي الفينشنج لكن هو اسرعهم الحقيقه، فاعتقد ان جيرالدو لما عوضوا حسين الشحات، لو استعاد الفورمه بتاعت حسين الشحات او جونيور اجايب بعد عودته من الاصابه، او حتى طاهر محمد طاهر ونتمنى له السلامه هو كمان بعد ما خد التطعيم، اعتقد ان ممكن وقتها هجوم الاهلي حتى كمان يبقى اخطر، ويبقوا الثلاثه قادرين ان هم يسجلوا مع بعض. لكن من المميزات والحاجات اللي ممكن نشوف ان موسيماني عارف فيها امكانيات فريقه كويس، ان انت في وجود محمد شريف اكيد مش هتعتمد على الكرات العرضيه، يعني النهارده ما شفناش الاهلي بيبعت عرضيات كتير لمنطقه الجزاء، كان دايما كهربا قريب من منطقه الجزاء وجيرالدو قريب من منطقه الجزاء، فالحقيقه انا بشوف ان محمد شريف كان اهم لاعب او اخطر لاعب في الجوله دي. وافضل مدرب انا هختار كيفن جونسون، اللي هو برضو ممكن نقول بيتسو موسيماني. كيفن جونسون النهاردة كان هو المدير الفني للأهلي في غياب بيتسو موسيماني المصاب بفيروس كورونا، نتمنى له السلامة والعودة سريعا للأهلي، لكن أعتقد أن أغلب الناس اللي النهاردة اتفرجت على ماتش الأهلي حست بأن في نوع من أنواع التطور عن المستوى اللي ظهر بيه الأهلي ضد المقص. بصوا يا جماعة، عايز أتكلم معاكم في حاجة برضو أنا بشوف أن موسيماني مظلوم فيها. موسيماني جه في وقت صعب جدا بالنسبة لي وبالنسبة للأهلي. موسيماني الحقيقه جه قبل سيمي فاينال دوري ابطال افريقيا، وعنده مهمه واحده ومحدده، وهي ان هو يوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا ويكسب البطوله، وطبعا اللي زود صعوبه البطوله ان هو كان بيلعب ضد الزمالك،
الضغوط زادت على الفريق، الضغوط زادت على اللاعبين، الضغوط زادت على الجهاز الفني، ان انت ما ينفعش وغير مسموح ليك ان انت تخسر من الغريم التقليدي بتاعك في نهائي بالحجم ده، وفي اول نهائي بيجمع بين الاهلي والزمالك وبيجمع بين فريقين من نفس البلد. فحجم الضغوط وحجم المباراة ابتدى يتنقل للعيبة وللجهاز الفني، ان دي اهم مباراة في الموسم. فانت لما بتيجي تتكلم عن ان الاهلي بيقدر يعدي المرحلة الصعبة دي مع بيتسو موسيماني لمرحلة دوري ابطال افريقيا وبعد كده يقدر ان هو يكسب الكاس، طبيعي طبيعي ان في بقى في نوع من انواع مرحله الراحه بعد كده، اللي هي نقول فيها مرحله الاعداد للموسم الجديد. بسبب الظروف طبعا وبسبب ان احنا مخلصين الموسم اصلا في شهر 11، فما كانش في فرصه ان يبقى في مرحله اعداد للموسم الجديد. ما فيش فتره المدرب يقدر يشتغل فيها مع اللعيبه بتاعته، ما فيش فتره يقدر ان هو يجدد الدوافع عند اللاعبين. هو بيشتغل مع نفس المجموعه، بيخرجوا من نهائي الكاس يدخلوا معسكر بدايه الدوري. فانا بشوف ان طبيعي ان يحصل نوع من انواع الاهتزاز في المستوى، نوع من انواع ان اللعيبه تحس ان هي متشبعه شويه، او ان اللعيبه لسه ما دخلتش في مود الموسم. فالناس اللي كانت بتنتقد الحقيقه اداء الاهلي بانتقاد صعب جدا في المباراه الاولى ضد المقاصة، اعتقد ان النهاردة هم راضيين شوية، لان الاهلي تحسن بشكل كبير ضد غزل المحلة، لعب ماتش كويس جدا. وسواء كان بيتسو موسيماني اللي بيقود الاهلي، سواء كان جونسون هو اللي بيقود الاهلي، فهو يستحق يكون مدرب الجولة، لان الاهلي في النهاية قدر ان هو يحقق هدفه، وقدر ان هو يفوز بنتيجة كبيرة يطمن جمهوره، وفي نفس الوقت يتصدر الدوري بدري جدا. وظاهرة الجولة دي او اللي انا شايف ان هي ظاهرة ايجابية هي ان الفرق جاهزة بدنيا بشكل كبير جدا. ده طبعا اعتقد ان سببه ان اللعيبة ما ريحتش، يعني اللعيبة ما خدتش فترة راحة في البيت، فاللي سافر واللي اكل واللي وزنه زاد وبعد كده رجع لفرقته فمحتاج يدخل فورمة الماتشات بعد جولتين ثلاثة. لا، الواضح ان اللعيبة طبعا في حد بيقول لي ديانج مش قادر يجري، يا جماعه الراجل راجع من فيروس كورونا، ربنا يحمينا جميعا. يعني الموضوع بيبقى صعب شويه، انا جالي كورونا، فالموضوع بيبقى صعب شويه. اكيد ما بترجعش بكامل لياقتك على طول، بيبقى نفسك لسه متاثر. المهم الظاهره الكويسه جدا في الجوله دي ان الفرق كلها جاهزه بدنيا بشكل كبير، اللعيبه بتظهر بشكل كويس، في يعني عدد كبير من الاهداف بيتم تسجيله في كل مباراه، الماتشات كلها شكلها حلو. فاعتقد ان التاثير ده سواء ايجابيا او سلبيا هيبان بعد يمكن 10 11 جوله من الدوري، لان انت ممكن في الاخر خالص يديلك دفعه لقدام ان انت تبقى الفرق كلها حافظت على الشكل بتاعها، وخلاص كل اللعيبة دخلت خلاص الفورمة بتاعت الماتشات، وممكن برضو اللعيبة تتعب بدنيا على حسب بقى الطريقة اللي كل جهاز فني هيتعامل فيها مع الأحمال. الوضع هيبقى صعب على كل الفرق الحقيقة، لأن طبعا الموضوع انت بتتكلم عن ان الفرق ما بين كل جولة والتانية حوالي 3 أو 4 أيام بس، فهيبقى في نوع من أنواع توزيع الأحمال. كمان الاهلي والزمالك والمقاولين هيلعبوا في بطولات افريقيا، الاسماعيلي عنده بطوله عربيه، فالموضوع هيبقى صعب شويه على كل الفرق. كل الفرق هيبقى عندها تحديات ان هي ازاي تبتدي ان هي تدي فرص لكل اللعيبه اللي عندها في القايمه علشان تحافظ على الشكل اللي موجود دلوقتي، الشكل اللي احنا شايفينه ان كل الفرق شكلها بدنيا كويس وبتقدر ان هي تقدم ماتشات كويسه. شكرا جدا ليكم، شكرا على وقتكم، ونشوفكم الجولة الجاية ان شاء الله في لايف جديد من عودة اخطر دوري في العالم مع امير عبد الحليم.